أهلا وسهلا بيكم، أنا نرمين. النهاردة نعمل مع بعض أكلات المطاعم ونتعلم إزاي نعملها في البيت. أول حاجة نعملها مع بعض هتكون موس الحمام بالفجرة، تاني حاجة نعملها مع بعض هتكون العدس بالأعشاب، وتالت حاجة نعملها مع بعض هتكون الأرنبيط الملون. نبتدي أول حاجة مع بعض بالموس الحمام بالفجرة. أجيب الحمام من التلاجة، اوكي. علشان اعمل موس الحمام انا هاخد بس لحم الحمام، وطبعا اكتر حته فيها لحم هاخد لحم الصدر. هاخد الفيليه بتاع الصدر هخلصه من الحمامه بالشكل ده، ومن الناحيه التانيه كمان بالشكل ده. هشيل الجلد وطلع الفود بروسيسور. وهجيب صدور الحمام وهحطها في البروسيسور. مع بياض البيض ونضربهم مع بعض. كده الموس جاهز. نحطه هنا. وبعد كده هنعديه من المنخل علشان نتأكد ان عندنا بس اللحم الصافي. ابتدي اخد من لحم الحمام واعديه من المنخل. Thank you.
نحط لحم الحمام في بول بتلج ونبتدي نزود الكريم شوية شوية. نحط الكريمة شوية صغيرين وقلب. نزود شوية كمان. نرجع نقلب. لسه يستحمل ياخد كريمة كمان. أحط شوية كريمة زيادة. أوكي. بتهيألي الملمس كده بقى كويس. مش هزود كريمة عن كده. أوكي. هخليها هنا. هنجيب الفوغرا وهنقطعها قطع صغيرة. هجيب موس الحمام وأحط قطع الفقرة جوه. يبقى كده موس الحمام جاهز. أسيبه في التلج لحد ما أغسل إيدي وأحضر القالب اللي هخبزه فيه. هجيب اي شكل من القوالب انا عايزاه وهغلفه بكلينج فيلم. أتأكد إن الجناب كلها لمسة. وأجيب الموس وابتدي احط الموس في القالب. واتاكد ان الموس داخل كويس في كل الجوانب. وغلفت القوالب بكلينج فيلم علشان الموس ما يلزقش في القالب، ولما نيجي نقلبه من القالب يطلع بسهولة وما يبقاش ان احنا نحاول نطلعه من القالب صعب. والحاجة التانية كمان علشان بعد ما نحط الموس في القالب نغطيه بالشكل ده ويستوى وهو متغطي ويبقى من جوه تقريبا بيستوى بالستيم بتاع اللي هيتكون بسبب ان هو متغلف تماما بالكلينج فيلم من حواليه. وفوق كده هسوي في بانمري. دلوقتي اجيب مياه سخنه واحطها في الصينيه اللي هسوي فيها في الفرن، وهوصل المياه السخنه تقريبا لنص القالب اللي هو هيتسوى فيه.
وادخلها الفرن. هجيب زيت زيتون واحطه على النار، واول حاجه نعملها هنحمر عظم الحمام. اول زيت ما يسخن هنحط العظم على طول. هنسيب العظم على النار لحد ما يتحمر. في الوقت اللي العظم هيتحمر فيه ممكن نبتدي نقطع الأرنبيط لقطع صغيرة أو لزهرات صغيرة علشان بعد كده نبقى نسلقه، وبعدين هنعمله مع بعض سوتيه. ناخد الأرنبيط الأصفر نقطعه زهرات صغيرة، اوكي كده العظم اتحمر. هنحط البصل، الجزر، كرات، مشروم، ونسيبهم شوية هما كمان يتحمروا. نبص على اوكي. دلوقتي نحط عصير العنب. ونطلع كل الطعم اللي لزق. وبعدين نحط المرق. ونحضر البوكي جارني، ورق اللافو والزعتر وإكليل الجبل، نلفهم في ورق الكرات ونربطهم بالفتلة أو الدبارة. ونقصها ونحطها في المرق. وعندي أربع أنواع أو ثلاث أنواع الأرنبيط والبروكلي.
وأول الصوص ما يغلي أقلل عليه النار وأجيب بول أملاه مية علشان أنضف الصوص من أي شوائب تطلع فوق الوش علشان الصوص يفضل دايما نظيف ويبقى شكله وطعمه حلو. وأحط على الصوص شوية فلفل أسود وكمان هحط عليه جوز الطيب. أشيل الصوص على جنب ونعمل مع بعض العدس بالأعشاب. هجيب الزيت وأحطه في الحلة وأول ما يسخن هزود البصل احنا جايبين 3 أنواع من العدس، عدس أحمر وأخضر وبني وسلقينه من قبل كده. أحط البصل اوكي. دلوقتي ازود العدس، احط العدس الاحمر والاخضر والبني وازود الثوم كمان ونقلبهم مع بعض. وبعدين أشيل العدس من على النار وأزود بقية المقادير، طماطم زيتون بصل أخضر ورق الكرفس كزبرة اوكي وثوم معمر. وأحطه في بول ويبقى كده العدس بالأعشاب جاهز.
ودلوقتي نسلق الخضار. هنسلق الخضار في مية بملح، هنسلقهم في كل واحد في مية لوحده علشان الألوان طبعا هتنزل في المية، وبكده هيصبغوا بعض وهيبقى مش كل لون اللون الحلو لوحده، هيأثر الألوان على بعض، وبالتالي مش هيبقى عندنا الأصفر الأصفر والأخضر الأخضر الحلو الطبيعي اللي ربنا عامله. زي ما احنا شايفين اللون بتاع المية الأخضر ابتدى يبقى مخضر شوية. المية اللي فيها الموف هجيبها دلوقتي تحت الكاميرا، هنلاقي ان هي كمان تحولت الى مية موف، وبالتالي هتأثر على الأصفر أو الأبيض. فعشان كده يستحسن ان احنا نسلق كل واحد لوحده. اهم واحد نحطه في المية الساقعة هو الاخضر علشان نحافظ على الكلوروفيل اللي فيه، وبعد ما نسلقهم هنعملهم سوتيه في الزبدة، ويبقى كده الخضار كمان جاهز. اوكي، ياخدوا سوا كتير. لو شايفين لون المية بقت مخضرة شوية، أشيلها من هنا وأجيب نبص على لون المية دي. هطلعهم دلوقتي علشان خلاص استووا، بس هنشوف لون المية بتاعتهم لوحدها. زي ما احنا شايفين لون المية بقى ازاي. هذا طبعا لو سلقنا فيه واحدة من الزهرات اللي لونها ابيض او لونها اصفر، على طول لونها هيتحول يبقى هي كمان لونها بلون الموف، واحنا عايزين نحافظ على كل واحدة لونها بلونها الطبيعي. دلوقتي كلهم بقوا مش سخنين، هنشيلهم من التلج، يبقى كمان الخضار جاهز. انه يتعمل سوتيه.
ونصفي الصوص. ونحط الصوص يقصر شوية، أحطه هناك. وأشوف الموس في الفرن يكون استوى. هنحط الإبرة في الموس وهنشوف درجة الحرارة. اوكي، بقت سخنة، يبقى كده الموس خلاص استوى. نرجع نقفل عليه تاني ونشيله من المية. ونحطه ورا. اوكي، عايزه اقطع الزهرات لزهرات اصغر شويه. ما قطعتهاش من الاول صغيره قوي عشان ما تتهراش وانا بسلقها، لكن قبل ما اعملها سوتيه عايزه اقطعها صغيره. دلوقتي اجيب فاتي الفاجرا وادوبه مع الصوص او اخلطه مع الصوص. احطه هنا. وأضربه بخلاط اليد.
دلوقتي نعمل الخضار سوتيه. حط زبدة ونحط الألوان كلها مع بعض. ودلوقتي نغرف مع بعض. أجيب الموز وأشيل الكينج فيلم الفوجرا، هتكون منزلة شوية فات أو ده، فأقلبها على ورق مطبخ علشان يشرب الفات اللي هتكون نزلته الفوجرا. والتانية كمان. وانا ايه اللي تعجبني اكتر منهم واخدها. احطها في الطبق. هجيب العدس واحطه حوالين موس الحمام بالفقرة. وبكده نكون خلصنا طبق النهاردة اللي هو موس الحمام مع الفواجرا والعدس بالأعشاب والأرنبيط الملون.